أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي رسالة للمصريين: الضغوط لا تنتهي لأننا نرغب في النجاح. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف من زيارة شرم الشيخ هو طمأنة الناس داخل مصر وخارجها، ومن المهم أن يعرف الشعب أن خلال الشهور الماضية كان هناك مراجعة دورية ومستمرة على الإجراءات الأمنية، مؤكدا أن الإجراءات ليست في مطار شرم الشيخ فقط لكن في كل المطارات. وأضاف الرئيس في كلمة له: جئت إلى شرم الشيخ لبث رسالة إلى المستثمرين في شرم الشيخ والغردقة أننا معهم وسنساندهم. مجلس الوزراء يبحث الملفات السياسية والاقتصادية وتداعيات حادث الطائرة الروسية. عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة وسبل مواجهة تداعيات حادث الطائرة الروسية. ويبحث المجلس كيفية مواجهة الحكومة والمحافظات لحالات الطوارئ لتلافي آثار موجة الطقس السيئة التي تعرضت لها بعض المحافظات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات التي وضعتها الحكومة على رأس أولويات في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الفريق محمود حجازي يغادر إلى فرنسا لبحث التعاون العسكري بين البلدين. غادر القاهرة صباح اليوم الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى فرنسا، يرافقه وفدا رفيع المستوى لإجراء العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التموين تتفق مع أصحاب السلاسل التجارية على مبادرات لخفض الأسعار. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أنه تم الاتفاق مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى على وضع مبادرات لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية في منافذ هذه السلاسل تيسيرا على المواطنين وخاصة محدودي الدخل. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الخميس خريفي معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على المحافظات الساحلية وشمال سيناء والصعيد خلال ساعات النهار وبارد ليلا على كافة أنحاء البلاد. أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط فهما مهيئان للصيد والملاحة والاستمتاع بالشواطئ والأماكن السياحية، كما يمكن ارتداء الملابس الخفيفة خلال ساعات النهار في الوقت الذي يفضل ارتداء بعض الملابس الثقيلة نسبيا خلال ساعات الليل والأوقات المبكرة من الصباح. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.